هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالا مثلا؟ لا شك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة هو لعله مقبول شرعا وذوقا أكثر من التعري، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها؟ يجوز أم لا؟ طبعا يجوز من باب أولى، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مرارا وتكرارا هل هو يعني يمثل صورة واقعية أم خيالية؟ بمعنى هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما؟ الجواب عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم، قد إلى آخره، ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين إن شاء الله يعيشوا مع بعضهم البعض ربك ما خلقتني. أما إذا وجد ناس هناك ولو من أولاد ذرية فما يجوز، لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية. نعم. ألا يقال شيخنا أن هنا بالنسبة لقضية البنطلون ربما يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلا يعني يتشبهن إما بالرجال أو بالكافرات، فله يعني أثر في نفسه، فهو يريد عن هذا الباب. فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السمة يعني جائز كذلك؟ نعم، إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد، لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحريم العورة، فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة فما يضره هذا. عرفت كيف؟ نعم. طيب جزاك الله خير. التشبه مش وارد إلا أمام الناس، ونحن افترضنا بين زوجين فقط. واضح؟ نعم. طيب غيره. الحديث